أتعامل مع الناس بالحسنى. لما أنا أتعامل مع واحد بالحسنى ده مش ضعف ولا عجز. الإسلام أمرني أن أنا أتواضع وأن أنا أعفو عمن ظلمني. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: أمرني ربي أن أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عمن ظلمني. واحد راح بيقول له: لي قرابة أهلي أصلهم ويقطعونني، أتقرب إليهم ويبتعدون عني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أتصل عليهم بيقفلوا السكة في وشي، أعايد عليهم مش عايزين يسمعوني. ده أنا بيجي لي الاتصالات دي كتير قوي في البرنامج، ناس أعمل كتير قوي تشتكي من الموضوع. أنا أعمل إيه؟ فقال له: إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل. المل يعني الرماد الحار وتضع في أفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير. ما دمت على ذلك، أنت عملت اللي عليك وبرأت ذمتك أمام ربنا، وأنت بتصل الأرحام لأن الرحم معلقة بالعرش. نعم. وتقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فالله يقول لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. فمن وصل الأرحام وصله الله، ومن قطع الأرحام قطعه الله. الأرحام يا مولانا، عشان ننتقل لنقطة أخرى، اللي هي بيبقى من سلالة الأم والأب وما إلى ذلك. يعني مثلا لو حولك ابن بنت خالة ابن عمي، ده رحمي؟ يعني فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. أقرب الأرحام مين يا أستاذة إيمان؟ الأب والأم. نعم طبعا. وما نتج عنهم. نعم. يعني الأب يبقى أولاده اللي هم أخواتي. أيوة. وأخوات بابا. أيوة. عمامي. اللي هم أعمامي وعماتي وجدي وجدي. نعم. من طرف بابا. نعم. وكذلك أمي، أخواتها وباباها ومامتها لكن ولاد عمي، ما هو ولاد عمي، اعمامي ولاد عمامي، وعماتي ولادهم بالابناء.